يعني عندنا مباريات مهمة، عندنا المقاولون العرب وعندنا مصر المقاصة وبعد كده النهائي الأفريقي وكايزر تشيفز، ثلاث مباريات يعني في غاية الأهمية، ما فيش مباراة أهم من التانية. الأهلي بيركز، الأهلي بيحترم الخصم، الأهلي بيحضر وبيذاكر. خلينا نعرف كل ده ونتناقش في كل يعني الخبايا كمان مع كابتن فتحي نصير نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر السابق أيضا والمحاضر الدولي. إيه كل ده؟ صباح الفل يا كابتن. صباح الخير. بص حضرتك لقيت وقت تيجي تقعد معانا شويه، منور الدنيا يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك كريم. هستاذنك قبل ما نبتدي بقى كلامنا عن سواء المقاولين العرب او المقاصه او حتى كايزر تشيفز، انا بس عايز اقف معاك في البدايه عند لقطتين كده او وقعتين. تعادل الاهلي مع بيراميدز والفوز على سموحه برباعيه نظيفه، كيف رايت المباراتين دول؟ وهل كان كل مباراه منهم ليها دلاله ما؟ اكيد أكيد يا كريم. يعني هو الموضوع كرة القدم دلوقتي علم، ما أصبحتش تدريب وفهلوة وشغل كده. العلم ده هو اللي بيقول، وكل ما الدنيا بتتطور كل ما إحنا بنكتشف حاجات في المباريات. يعني إحنا نقولها كمحاضرين يعني في الاتحاد الدولي أو كده، بنعرف يعني التحليل ده مش غريب. هذه المباراة طبيعية إنها تحصل كده، ومباراة سموحة طبيعية انها تحصل كده. تقول لي ازاي طبيعية؟ يعني طبيعي ان الاهلي في اخر دقيقة ولا في اخر ثانية والوقت بدل الضايع، بدل ما كان بيسجل اهداف يخش فيه اهداف. طبعا ده غريب جدا، غريب لكن مش لكن طبيعي. هتقول لي ايه غريب ولكن طبيعي؟ يعني انتوا مش راكبين على بعض. لا، راكبين على بعض ازاي؟ العلم بيقول لنا اي مباراة بيبقى فيها اخطر اوقات المباراة في العالم كله. أي وقت في أي مباراة هو أخطر أوقات المباراة؟ أخطر أوقات المباراة وقت أنت بتحرس هدف، سواء لك أو عليك. وإيه منبع الخطورة هنا؟ منبع الخطورة لما أنت بتسجل هدف، فبتجيلك أريحية وبتبقى فرحان وكده، فالفرح بينسيك وبيركز يخلي المخ ما يشتغلش، فتنسى واجباتك الخططية، فسهل يخش فيك جول، يبقى في تراخي يعني. وبعدين لما أنت يخش فيك هدف ممكن تزعل، والزعل برضو يؤثر على الجهاز العصبي. الدكتور كان لسه بيتكلم دلوقتي عن الانهزامية. فاحنا بنفهم من العلم كله حتى في الكوره. يعني فاذا ايه، لما انت بتحزن مخك يتوقف عن العمل، لما مخك يتوقف عن العمل تنسى واجباتك الخططيه ولو لحظات. اللحظات دي ممكن يخش فيك هدف. صحيح. فدي اخطر اوقات المباراه اللي هي ايه، يخش فيك هدف. كمان من اخطر اوقات المباراه هي نهايه المباراه. طب ليه نهاية المباراة؟ لو أنت كسبان فأنت أصبحت فرحان وبتفكر في المباراة اللي جاية، إن أنا خلاص جبت ثلاث نقط وهفكر في الثلاث نقط اللي جايين عشان يبقى فارق بيني وبين المنافس قد إيه. فأصبح دلوقتي الفرح تسرب إلى عقول اللاعبين وتسرب لهم كلهم. تقول لي الله، يعني ده بيحصل؟ أقول لك بيحصل في العالم كله، بيحصل كده. فاذا التسرب هذا البتاع لما الناس كتير جت في الماتش ده وكله جه هجوم على الشناوي، الشناوي واحد من ضمن 10، يعني غير العشرة هم 11. طب ليه ما قلناش على الاول لاعب حاول يفكر الكوره يحتفظ بيها في نص ملعبه؟ اول واحد حاول يرجع الكوره لورا، طب جت للتاني، طب والتاني ما فكرش ليه يطلعها قدام؟ وجات للتالت، طب والتالت ليه ما فكرش يلعبها قدام؟ وممكن يبقى من المنطلق ان العبره بالخواتيم، ان الدروب حصل في الجزء الختامي في التنقلات دي. لا، هو اللي حصل بقى هنا بقى تسرب الفرح، فاصبح ان انا كسبت بيراميدز وكسبته باداء وكسبته بكوره وانا مسيطر، فبتدي ثقه اكتر من اللازم، فاللعيب بيحس بكده، تركيزه يقل، واجباته الخططيه بيفقدها لو لحظات شرخ من الثانية الواجب الخططي بتاعي، والتركيز يقل يخليك مش عدم الاعتناء أو عدم التركيز في التمرير أو كل الحاجات دي بتتجمع، فاتجمعت للمجموعة دي واتحصلت. طبعا دي لو تتحكي لهم قبل المباراة ما حدش فيهم يصدق، لكن هم دلوقتي وانت شفت بطولة أوروبا في بيحصل ايه، كأس أمم أوروبا، نفس الأخطاء، نفس الحاجات دي بتحصل، حاجات زي كده في الفرقة. وبعدين إن لعيب يضيع ضربات جزاء، معادي اللعيب يضيع ضربات جزاء،
كاس امم اوروبا اللعيبه واحنا ما عندناش كان مشكله، هي المشكله من ناس تاني كانت بتحاول تصطاد زي ما بيتقال في المايه العكره. آه يعني ما حدش اصلا اتضايق لا من الشناوي ولا من اي لاعب عندنا، يعني وارد قليل الخبره قليل العلم قليل الفكر او قليل الحيله يعني لا او قليل الذوق يعني الخبره بقى ماله قليل الخبره وقليل العلم وقليل الفكر، ده بيخلي ان هو يركز على الحاجات دي يقول لي. لكن لو واحد مثقف هيعرف ان ده طبيعي، اللي حصل ده طبيعي، ما هوش اختراع وما هوش اول مره، فما لومش احد من اللاعبين، بدليل ان بيتسو راح جاي ماسك اللعيبه لانه هو انسان مثقف جدا، وراح واخدهم بين بعد المباراه وبدا يشرح لهم وبدا يوضح لهم الكلام اللي انا بقوله ده. والمؤتمر الصحفي برضو رفع جدا من اللعيبه بتوع ضد او امام مصحفيين كتير كانوا بيحاولوا. أيوة. يعني ليه بقى؟ لان بعد نهايه صفاره مباراه بيراميدز الدقيقه الاولى بعد المباراه ما هي الا اعداد لفرقه النادي الاهلي عشان يلعب سموحه، خلاص بدا من اللحظه دي يعد. فالمؤتمر الصحفي كان امتى؟ بعد المباراه. فهو بيعد لسموحه، مش ان انا لسه هستنى يوم ولا اتنين ولا تلاته، خلاص الحكم صفر فاصبحت المباراه تاريخ ومفيش فيها تغيير ومش هيقدروا يغيروا نتيجتها، لكن عنده مباراه قادمه فلازم يعدلها. يعدلها من امتى؟ ليله المباراه؟ لا، قبلها بيوم؟ لا، قبلها بيومين في التمرين من اخر صفاره للمباراه هو يبدا يعد لسموحه. وقد كانت النتيجه اللي احنا شفناها في سموحه، اللعيبه كله تركيز، كله فهم وعي خططي، معلول اللي بيضيع شفناه عمل ايه، اللي ضيع ضربه جزاء برضه حتى هو نفسه معلول. ودي قدره وكفاءه من المدرب انه يصمم على كل الناس كانت متخيله ضربه الجزاء. عثماني راقي في الحته دي جدا، لانه بيتعامل يعني نفسي انا يعني نفسي عرف عنده يعني محترف يعني بيتعامل باحترافيه. انا تعاملت معاه شخصيا كتير يعني أنا قبل ما يجي مصر، قبل ما يجي النادي الاهلي، واحنا في بطولات افريقيا في الخارج، واحنا في دورات المدربين مباريات دوليه وكمحاضر في بتلف القاره وبتلف العالم، والتقيت بيه كتير. ففلسفته وثقافته عاليه جدا، مش من المدرب اللي هو كان لاعب وبقى مدرب، لا هو ثقف نفسه. عشان كده العامل الجانب ده الجانب النفسي ده مهم جدا جدا في التعامل مع العيب. صحيح. طيب احنا عندنا ماتشين يعني دوري وبعد كده نهائي افريقيا، سريعا جدا عشان عايزين نمسك بقى الملف الافريقي اهم. مطلوب من الاهلي ايه بالظبط في المقصه ومصر المقصه يعني والمقاولون علشان نقدر نعدي بفوز ويعني نقاط كويسه، وفي نفس الوقت بقى نركز في الماتش الاساسي اللي هو بالنسبه لنا اهم للغايه يعني. لو نبدا مثلا بمباراه المقاولين، هلاقي في ضغوط على المقاولين وفي ضغوط على لاعبي النادي الاهلي، بس الضغوط والدوافع مختلفه. الدوافع عند الفرقتين كل فرقه عايزه تكسب، لكن الضغوط على الاهلي ايه والضغوط على المقاولين ايه؟ لو نحلل الضغوط على فريق النادي الاهلي ان هو عايز يستمر في الفوز وتكرار الفوز حتى يقلص النقاط طبعا ويقرب للبطوله المحببه اليه، دي هدف من الاهداف. هدف ثاني انه يستمر في الفوز حتى يديله دافع لما يوصل لنهائي افريقيا، يبقى رايح بمعنويات عاليه وقادر ان هو يقدر يلعب على بطوله هو برضو محببه اليه. تركيز اكتر ان هو يفوز لانه عايز يثبت لنفسه ان غلطه لازالت اللي حصل في بيراميدز، احنا قلنا في العالم كله بيحصل، كانت يوم كانت هفوه وحصلت ومرينا بيها، ما هوش خطا واحد ولا خطا اثنين لعيبه او ثلاثه او اربعه، خطا جماعي فتسبب. وقلنا سببه ايه؟ ان هو الثقه، لا نقول الفرح اكتر من اللازم يخلي المخ ما يشتغلش، والمخ ما يشتغلش ينسى الواجبات الخطيه والكلام اللي قلناه. دي دوافع النادي الاهلي. طب بيراميدز المقاولين عنده دوافع، عنده دوافع. المقاولين خسران اخر مباراه وبالتالي وموقفه مهزوز في البطوله، عايز نمره واحد يصلح نفسه في ترتيب الدوري، عايز يعوض المباراه السابقه له، عايز يلعب ضد النادي الاهلي، فعنده ثلاث دوافع مهمه جدا. صحيح. عايز يحسن موقفه ويعوض مباراته السابقه اللي هو خسرها،
ويحسن موقفه كده، وبعدين عايز العب ضد النادي الاهلي. واكيد طموح ان هو يعني برضه يحاول. طبعا ما هو طموحي ان انا العب ضد النادي الاهلي، وان انا احقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، ده هدف كل واحد وهدف مشروع. اكيد طبعا الدوافع هنا وهنا لا يمكن هتتساوى. دوافع الاهلي لازم تعلى اكتر من دوافع المقاولين لانها دوافع خارجيه. وبالمناسبه على يعني لو وقفنا عند النقطه دي بالتحديد ولو للحظات يعني بعد اذن حضرتك، هو ايه اللي بيخلي اي فريق لما بيلاعب النادي الاهلي حتى لو الفريق ده جاي من القاع، حتى لو الفريق ده يعني خبراته الكرويه على الضيق، القصير بيطول والرفيع بيدخل بيتحولوا، ايه اللي بيخلي اي فريق بيحاول يتغول قدام النادي الاهلي؟ سؤال وجيه ومحترم جدا. دي حاجه مش من وليده 2021، ده من مثل من سنوات سابقه طبعا. فبنقول ليه بقى؟ من يوم ما بقى في تلفزيون، فكل لاعب بيلعب ضد النادي الاهلي هو عارف، اللاعب الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي عارفه ان في 70 80 مليون بيتفرج النهارده. حتى تقول لي هو جمهور الاهلي 80 90 مليون، اقول لك لا، ممكن جمهور الاهلي زائد الفرق الثانيه اللي هي عايزه تتفرج على النادي الاهلي. في يعني في الفرحانين وفي الحاقدين وفي الشامتين، فكل الناس بتتفرج. اذا قاعده كبيره من المشاهدين هتشوف المباراه النهارده. اذا انا كلاعب امتى هذا العدد من الجمهور هيشوفني؟ صحيح. غير في مباراه النادي الاهلي، ولازم يشوفني كويس كمان، ابقى حلو يعني. غير في مباراه النادي الاهلي، وممكن في مباراه الزمالك، لكن عاده في النادي الاهلي الكم الكبير هيبقى شايف. فالقاعده الكبيره من الجماهير بتشوف هذه المباراه. اللاعب ده اللي هو في فرق كده، فتلاقيه رفيع بيتخن والقصير بيطول والبطيء بيبقى سريع والضعيف بيبقى قوي طبعًا. كل ده جميل ليه؟ لان النهارده هو يوم العرض الكبير على يوم المعرض. ايه المعرض ده؟ طبعًا. ان انا عايز في الاحتراف، في عصر الاحتراف، ازود سعري. فانا هزود سعري ازاي؟ ده غير الدوافع، ان المدرب يقول له اكسب او العب او ادي. انا كلاعب بيني وبين نفسي بقى حاجه داخليه، ودي بتخلي اللاعب يطلع نقول ايه، اقصى ما عنده. الطاقه الذاتيه الكامنه بتطلع بدون دوافع مدرب، لان انا عايز اثبت للناس او عايز اثبت لمدربي او عايز اثبت للسوق ان انا لاعب كويس، ممكن تشتروني، ممكن سعري يزيد، ممكن كده. فالدوافع كتيره قوي، فمش هلاقي فرصه غير فرصه النادي الاهلي. دي المعرض النهارده، دي الفاترينه بتاعت الحل النهارده ان هو يعملها. طيب ارجو ان نكون وصلنا. لا ده رد وافي ومنطقي وموزون تماما. هنروح فاصل بس ونرجع لسه، لان ملف كايزر تشيف لسه في كلام كتير جدا. فكره برضه ان هو اول مره يتاهل، فكره كمان ان موسيماني لعب قدامهم كذا مره يعني على مدار السنوات السابقه، فهل ممكن نقول ان هو على درايه قويه بزياده الى حد ما يعني مع اللعيبه والتكتيك وغيره؟ خلينا نروح فاصل بس سريع ونرجع نكمل. اهلا بيكم مره ثانيه، وكابتن فتحي نصير لسه الحديث مستمر، والتركيز بقى في يعني الفتره اللي فاضله دلوقتي من الحلقه على كايزر تشيفز وهذه المباراه المهمه جدا. وزي ما كنت بطرح على حضرتك يعني النقطتين دول قبل الفاصل، احنا بنتكلم في مدير فني عندنا هو على درايه ولعب اكتر من مره مع كايزر تشيفز، وهذا الفريق اللي لسه برضو يعني مش فاهمينه. هو اول مره يتاهل يعني لهذه البطوله، ولعبه مش اللعب الخطير جدا، ولكن هو لعبه غير متوقع، لعب مع فرق كتيره قويه ويمكن اقوى منه، وقدموا مباراه احسن على الارض، ولكن هو اللي فاز. خلينا نعرف من حضرتك. هو اللي فاز برضه، لان هي دي كره القدم. كره القدم يعني ايه؟ يعني اولا فرقه ما نقولش مغموره، لكن نقول حتى ترتيبها دلوقتي الثامن في جنوب افريقيا، ترتيبها لا يرقى انها فرقه تنافس. لكن اخطر الفرق برضه زي ما بنقول، اخطر اوقات المباراه نقول مين هي اخطر فرق؟ اخطر فرق الفرق الغير مصنفه، الفرق اللي هي غير متعوده انها توصل لنهائيات وتلعب لبطوله، مع فرقه بتلعب لبطوله. الفرقه القويه اللي قدامك لها ملامح ولها ظواهر، فاي مدرب بيقدر يحط برامجه، بيقدر يقدر خطته بتاعته، يقدر يختار لاعيبته بناء على المقاومات بتاع اي فرقه قدامي. لكن الفرقه اللي قدامي دي اللي هي غير يعني ملهاش هويه قويه، او ما تقدرش تقول هي
بتلعب بأني أسلوب لعب، بتلعب بأني طريقة لعب، إمكانيات لعبتها إيه، هل فيها استمرارية في الحاجات دي كلها، هل خط هجومها شكله إيه، خط دفاعها شكله إيه. كل الفرق اللي زي دي بتبقى فرق خطيرة. أنا من وجهة نظري يعني المتواضع بقول إنها من أخطر النهائيات اللي هتقابل النادي الأهلي، لأن فرقة أنت مش عارف حاجة. طب الفرق اللي من الصنف اللي حضرتك بتتكلم عليه ده الصح يتلعب معاها ازاي؟ يعني لو كنت حضرتك مطرح او مكان موسيماني في مباراه كايزر تشيفز، هل هتبتدي بهجوم مكثف من اللحظه الاولى ولا هتتريط ويبقى فيه؟ هو الميزه بقى اللي عندنا ان موسيماني اصلا من ابناء هذه البلد ويعلم دخائل ومخارج وقدرات كل الفرقه دي، ويعرفها من زمان بتلعب ازاي. فدي ميزه من اللي هي من مميزات النادي الاهلي تضاف إلى قوة لاعبته وأدائه وثباته وقوة الدفع الإداري لهم طبعا، والمعنويات الجماهيرية اللي بياخدوها هي دي حتكون الفيصل في المباراة. هو هيعرف كيفية التعامل مع هذه المباراة، لأن عايزة التركيز ثم التركيز ثم التركيز. نمرة واحد، يعني هيبقى لازم ال 11 لاعب في الملعب وباقي اللاعبين السبعة اللي موجودين بره او البدلاء التانيين، كل ده لازم قمه التركيز في اثناء المباراه، تركيز في كل لحظه وفي كل وقت. ثم هو هيعمل ازاي في بناء هجمته؟ ما هي دي بقى النقطه. كنت عايز اسال حضرتك، احنا هنلعب راسي حربه بتوعنا محمد شريف وصلاح محسن، ولا هنلعب بواحد بس وبعد تحتيه اثنين اجنحه مع بلاي ميكر؟ دي كلها يعني هنعمل ايه؟ مع احترامي يعني معظم من وجهة نظر حضرتك يعني معظم الاستديوهات بتحلل بتقول نفس الكلام ده، وانا كمدرب بقى في ما دي رؤيه. لا معلش، ما هي دي برضو بتخلينا نحاول نتخيل اللعب هيبقى شكله ايه. انا اتخيل الحاجه اللي هي ممكن لو انا عندي القرار في دي، يعني ما احاولش ان انا اخش في مجال او اتناقش في نقطه معينه هذه النقطة لست صاحب قرار. ما هو القرار في الأول في الآخر أكيد للمدير الفني، ولكن أنا بقول لحضرتك إحنا بنتكلم من واقع اجتهادات. تمام، هتبقى أكيد طبعا هتبقى اجتهادات، والاجتهادات واردة، واردة إن أنا ألعب براسين حربة، واردة إن أنا ألعب براس حربة، واردة إن أنا ألعب بثلاثة في النص، واردة إن أنا ألعب بواحد بس قدامه وأربعة في ظهره، كل ده وارد، كل ده في دماغ المدرب. لكن لا اقدر اقول عليه اللي هو كمدرب مع اي طريقه لعب لابد قمه التركيز في التمرير، قمه التركيز في الاستقبال ايا كانت طريقه اللعبه بقى. يبقى يعني هيك تكلم ان التركيز اهم شيء دلوقتي. التركيز أوكي. في التمرير، التركيز في الاستقبال، يعني بمرر وبستقبل، تركيز، قمه التركيز في المراوغه، قمه التركيز في الانتقال من الدفاع للهجوم، قمة التركيز انتقال من الهجوم للدفاع. يغلف كل ده بقى التوفيق. طبعا أني توفيق لعيبة، أول حاجة ببدأ بتوفيق الحكم، التوفيق من الحكم، إن الحكم يديني حقي، فده توفيق. التوفيق ما يحصلش في كل يوم، فإذا الحكم لابد أن يكون موفق حتى إن أنا أخد حقي بالمباراة ما تظلمش. طيب، ويدي للفرقة التانية حقها. توفيق للاعبتي في ان انا العب. تقول لي يعني ايه التوفيق؟ يعني الكره اللي ضربت في القايم وشطت فيه وتلعب بره، طب ما كانت تضرب في القايم وتخش، ما هو ده التوفيق. او تخش بغير ما تضرب اساسا، يعني ما هي الضربه نفسها طبعًا. تضرب وتخش او تضرب وتخرج. احنا شفنا في ماتش افريقيا لما قفشه شاط ضربت في القايم ودخلت، طب ما هو ده توفيق. التوفيق ان الكره تتلعب، يبقى في توفيق ان انا اوصل للجول مضيعش كتير. يبقى التوفيق للاعب، يبقى ليه؟ وانا عاوز تركيز، بس التوفيق ده مش بايدينا بقى. والتوفيق يعني. لا مش التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني اقصد احنا مش هنعرف نكنترولت، يعني زي ما حضرتك قلت في لعبه بتتلعب حلوه جدا وبعدين مفيش توفيق. لا التوفيق برضو هتقولي لي ازاي بيميل للي هو مكافح وبيدي في الملعب. ربنا بيدي للناس دعواتهم، دعوات كل مثل. لا ده احنا في 100 مليون بيدعوا، وبعدين ده موضوع كبير. لا يعني نقول لك ايه، شيوخ رقع
واطفال الرضع وكل دول بيدعوا، يعني بقول حتى الطفل اللي بيرضع برضه بيدعوا. فاذا كل الناس دي بتدعي. اذا التوفيق ده في كره القدم في 10% من نتائج المباريات في العالم التوفيق. يبقى انت موفق ان انت ايه، يجي لي حكم كويس، موفق ان انا ببصي لك الكره توصل صح، موفر ان انا لما اشوط في الجول صح. بالاضافه طبعا التوفيق ما يجيش لاي حد، بيجي بقى للناس اصحاب المهارات العاليه. لازم استخدم مهاراتي اللي انا اكتسبها في ان انا اديها في الملعب بالطريقه اللي هي تحقق لي الهدف. هو احنا ايه اللي وصلنا كابتن لان احنا دلوقتي بقينا قبل كل مباراه مهمه، يعني بتعبير مجازي كده، بنحط ايدينا على قلوبنا خوفا من تفصيله التحكيم، سواء الحكم شخص الحكم او تقنيه الفار. ايه اللي استجد في كره القدم المصريه او في كره القدم عموما في افريقيا؟ ايه اللي خلانا بقينا نخاف؟ هو اللي استجد عندنا التقنيه في بتاعه في التلفزيون بتقرب لك. زمان ما كانش فيه الحاجات دي طبعا، فما كناش بنشوفها. يعني كان في اخطاء بتحصل في الملعب، خطا من لاعب ما نشوفش انه مسك كره بايده، لاعب ما نشوفش ان هو عرقله، لاعب ما نعرفش انها جوه 18 ولا خارج ال 18. كل دي ما كناش بنشوفها، بس عشان بنشوفها دلوقتي فالاخطاء ظهرت. بس المهم ليه بنحط ايدينا على طب ده بالنسبه لنا احنا كمشاهدين، لكن بالنسبه للحكام انا بقول الحكام بقى دلوقتي في حكام يعني نقدر نقول حاجه. قانون، انت شدتني في حاجه ثانيه، قانون كره القدم 17 ماده 17 ماده مكتوبين كل العالم حافظها، طبعا الحكام حافظينها. في ماده 18 في قانون كره القدم اللي هي الماده دي مش مكتوبه، ايه هي؟ كيفيه تطبيق ال 17 ماده في الملعب. اوكي، تختلف من واحد لواحد. انا عارف، مش يقول لك روح القانون؟ طبعا. هي هو شايفها، انا قدرها انها ضربه حره مباشره، انت تقدرها ولا حاجه. انا قدرها انه متعمد في الايد، انت تقدرها مش متعمده. حصلت امبارح في ماتش ايطاليا واسبانيا على فكره. أيوة. مع ايطاليا لما كان في لمسه يد برضو مشكوك فيها، بس هنا بيحلها لي الفار الى حد ما، بيعالج اخطاء التقدير والمسافات. فاذا التقدير وبعدين ايه، اخطاء التقدير داخل المنطقه مش في اي حته، لان الفار بيعالج جوه المنطقه لو اي حاجه حصلت جوه المنطقه. فاذا هنا دي الماده 18 دي اللي هو التقدير بتاع الحكم بيختلف من حكم لحكم. ليه الحكم ده كويس والحكم ده وحش؟ لان قراراته سليمه. ليه قراراته سليمه؟ تقديراته سليمه. فلما بيقدر الكره صح، لان بناء على القانون شايف في واحد هيقدرها غلط، دي اسمها المادة 18 غير مكتوبة في قانون كرة القدم، لكن هي كيفية الحكم يدير هذه المادة. تمام. طب يا كابتن احنا عايزين بقى نقرا مع حضرتك، لان احنا سالنا الناس كده سؤال على السوشيال ميديا، قلنا لهم قولوا لنا التشكيل يعني من وجهه نظركم. احنا بنحب برضو ايه نجتهد نتوقع نشوف كده مع الجماهير اخبارهم ايه، فقولوا توقعاتكم للتشكيل، تشكيل الاهلي امام المقاولون العرب. سريعا هنقرا بقى الاجابات. تمام. خلينا نروح بداية ربيع عوض، الشناوي، علي لطفي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بنون، علي معلول، وديانج، وفتحي، وطاهر، أفشة، الشحات، وإن شاء الله الدوري في الجزيرة. تمام. سامح الحداد، صباح الورد والياسمين عليك يا كريم أنت ونهواند. التشكيل الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، بدر بنون، أكرم توفيق، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أفشة، طاهر، محمد شريف، الحريف المخيف. عمر محمد هو بيتكلم بنفس التشكيل. مفيش حد تقريبا، وبرده اكرم وايمن وبنون ومعلول هو نفس التشكيل اعتقد. هو غالبا هتلاقيه متكرر. مصطفى السيد بيصبح وشكرا على الكلام الجميل. الشناوي، معلول، بنون، ايمن، اكرم، السوليه، ديانج، طاهر، أفش، زي ما انت بتقولي فعلا هو هتلاقيه هو التشكيل فعلا واحد. وانا كنت عايز اسال حضرتك برضو يا كابتن من وجهه نظرك يعني التشكيل الانسب برضو ده اجتهادات، والله احنا مش بنقول لا ما هو مش بنفرض يعني. هو شايف هو يمكن حمدي فتحي ومريحه النهارده كده بالتشكيل ده، يبقى حمدي فتحي لا ده توقعات الناس. انا عارف يعني اذا حمدي فتحي ومطلعه بره يعني دلوقتي مش وهو ده اللي هو ممكن يبقى فيه تغييرات يعني، لكن الباقي كله هو ده، لان الفرقه اصبحت بتقرب للثبات اللي هو غير واقعي. لان غير واقعي ليه؟ لانك انت لازم تغير، لان عندك مباريات مضغوطه، ما تقدرش تلعب بال11 دولت كل المباريات هيستهلكوا اكيد. طيب محمد ده معاك، محمد الجبيلي، الشناوي وبنون، وتقريبا برضو نفس
خلاص الجمهور عرفها. هي يعني الحلو ان كل الناس تقريبا قايله نفس التأثير. ما هي خلاص ما فرضوا نفسهم هم انا فرض. بس عندي سؤال حضرتك ما جاوبتنيش عليه. نبدا برأسي الحربه ولا ما نبداش برأسي الحربه ونبدا بمهاجم ومعانا اثنين وينج وبعد كده بلاي ميكر؟ طب من وجهه نظر حضرتك هسال متماني طب هنساله بالليل انا هساله واقول لحضرتك بس من وجهه نظر حضرتك الامثل التشكيل الامثل؟ لا هو مش هبدا باثنين. مش هتبدا باثنين؟ ما يبداش باثنين، هيبدا بشريف بس قدام لغايه ما يشوف ايه وبعدين ما يقدر يطور في الاداء. لكن هيطور في الاداء بعدين. طب مش يمكن لو ابتدى باثنين يجبرهم بقى على اداء معين؟ هو عشان كده رجعت انا قلت لكم ان هو عارف الفرقه اكتر مننا كلنا. الفرقه كايزر تشيفز هو عارفها، فهيعرف ازاي يتعامل معاها. انا ما اعرفش، هو عارف لانه من نفس البلد واحنا هنا ما نعرفش. Okay. فبتبقى اجتهادات. هي عموما في سمات معينه طاغيه على اداء فرق جنوب افريقيا؟ النهائيات لها نظام معين، بس مباراه واحده مش مباراتين. طبعا لاحظ دي مباراه واحده طبعًا. مش مباراتين، ولاحظ ان دي نهائي يعني ملهاش رده فهو بيتحسب بالميزان الذهبي، كل حاجه بتتحسب بالميزان الذهبي اكيد. طب لو اتكلمنا وده اخر سؤال بقى خلاص هل ممكن نتكلم ان شناوي وعلي لطفي حضرتك شايف ان الشناوي يلعب الثلاث مباريات ولا يرتاح مثلا مباراه علشان يركز في النهائي، ولا بالعكس ده احسن له انه يشارك؟ وجهه نظرك برضه في انهي ثلاث مباريات؟ المقصه والمقاولون بعد كده النهائي. ما هيلعب النهائي ان شاء الله باذن الله، وبعدين بنتكلم يريحوا علشان النهائي. لا ولا هو مش شرط يريحوا، ممكن يريحوا اثناء المباراه، ممكن يعني زي ما عمل المباراه السابقه زي ما حصل اللي فات. يديله شوط يديله شوط يعني شايف حضرتك ده برضه امثل يعني؟ طبعا عشان يقرب علي للنهائي، يعني ان هو خلاص بعد كده هيبقى لوحده كمان. الشناوي هيسافر يعني مش موضوع عشان الشناوي ده، عشان علي بالزبط. فطبعا ده اسلوب ان هو لازم يحاول ان يقربه للملعب ويعيشه مع زمايله. ربنا يصلح الحال ان شاء الله، ويكون النهايه اهلاويه بحته باذن الله. ان شاء الله. كابتن فتحي نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا، شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي سعيد جدا. شكرا ليك جدا كابتن فتحي. نعم بقول لك سعيد يا نهوى. انا سعيد يا نهوى. نورتنا يا فندم. أنا هنروح سعيد. لا مش هنروح، هنروح فين؟ هنروح بيوتنا خلاص. احنا نشوفكم على خير ونحدد ان شاء الله باذن الله، ويا رب نرجع ونقول برضه صباح النصر مع حضراتكم باذن الله.